صباح الخير لكم مشاهدينا وما كنتوا عم بتتابعونا بمناطقنا اللبنانية وبكل دول الانتشار. نور جديد بيطلع عليكم اليوم الثلاثاء 27 كانون الأول، أي آخر ثلاثاء من سنة 2016، بمواضيع جديدة ومتنوعة. بداية حنبديها مع الدكتور المحاضر الجامعي غسان حنا. أهلا وسهلا فيك ببرنامج نور جديد. أهلا وسهلا فيك ريتا، الله معك. بداية دكتور، عرفنا عن حالك لأنه مثل ما عرفنا أنه عندك العديد من الشهادات الجامعية وبتعلم كمان بجامعة، بكذا جامعة كمان علمت. نعم، خبرنا. ريتا، أنا بالمحصلة عندي 7 ماستر، 3 ليسانس، وهلأ الدكتوراه، يعني 11 شهادة. الله عليك. نعم. إذا بتحب أقول شو المواضيع؟ إيه أكيد. يعني عندي الدكتور، عندي الماستر الأول هي بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، سيونس بوليتيك ورلاسيون انترناسيونال. تاني بالدبلوماسية ونيغوسياسيون استراتيجيك، بالدبلوماسية والتفاوض الاستراتيجي. تالت ماستر بمارياج إفامي جون بول دو، عائلة وزواج. الرابعة بالعلوم الكنسية، الخامسة بتعليم الكنيسة الاجتماعي، السادسة بالسوسيولوجي علم الاجتماع، والسابعة هلأ بعلم النفس. عندي بالإجازات فلسفة، عندي لاهوت، عندي دروا كانونيك محامي كنسي أنا بذات الوقت، وهلأ الدكتوراه عم بتكون بالعلوم السياسية بالأو أن جي، يعني بأطروحة الدكتوراه تبعي هي بتخص المنظمات اللاحكومية. بسم الله عليك، عم بتلحق عليهم كلهم، يعني كيف لحقت تدرسهم مع انه بعدك اسم الله عليك يونغ وبعز الشباب؟ يعني كيف لحقت تدرسهم كلهم سوا؟ بتعرفي انا ما عمل شيء بحياتي غير اني ادرس ريتا. حلو. يعني يالك. نحن شهاده واحده مربحين حالنا جميله فيها. بتعرفي لانه يعني انا الحياه دفشتني لهالموقع هيدا اكثر ما انه كان رغبه مني، عرفتي؟ يعني يعني وصلت قدام وضع معين لأن كان في معاناة معينة، وكان بدي حسن حالي وتسلح بشيء معين تقدر انزل على مجتمعي وقدر اندمج فيه. بقى كان هذا، هيدي الوسيلة الوحيدة اللي قدرت من خلالها انه اندمج بقلب مجتمعي وقدر اكون عضو فعال ومنتج. اكثر من هيك مفعال ما في. طيب خبرنا دكتور، بأي جامعات بتعلم؟ علمت بجامعة اليسوعية لتحديد الدوكترين سوسيال، هيدي الاجتماعية تبع الكنيسة، وهلأ بالحكمة عم بعطي للأو أن جي، للماستر أو أن جي، يعني تلميذي بماستر أو أن جي، عم بعطيهم الكوبيراسيون انترناسيونال ايكونوميك وسوسيال، يعني التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي. طيب موضوعنا اليوم دكتور عن أبعاد التجسد، بما أنه بعدنا بزمن الميلاد المجيد، خبرنا شوي شو بيعني، شو هو أبعاد التجسد؟ يعني ريتا معك بدي عيد كل مشاهدينا واتمنى لهم اكيد، ونحن كمان بنعيدك طفل حبيبتي، وانه الرب يسوع له المجد هيك يشعب قلوب الناس كلها ويحقق السلام يا رب، لانه يا رب هو سيد التاريخ، وهو سيد هذا الزمان. وبتصور قد ما الشر يكبر وقد ما الشر يتعظم، قدرت ربنا اقوى بكثير. ريتا التجسد بتصور لانه هو اساس ايماننا المسيحي، يعني مربولوس بيقول ان لم يقم المسيح في ايمانه باطل، وبركز على القيامه، ولكن تكون القيامه بده يكون في انسان بالاول، وبتصور هذا الاساس. مشان هيك نحن دائما ريتا بايماننا المسيحي بنحكي على التجسد الفدائي. واذا بتشوفي وقت احكي تجسد فدائي بتشوفي انه منذ التجسد الرب يسوع له المجد هو كانت حياته كلها عم تطوق، اذا بدك مشدوده بهذا المعنى، نحو سر الصليب، نحو سر الموت والقيامه. مشان هيك منذ اللحظه الاولى من التجسد الله رفع البشريه، بيقول جون بول رفعه فائقه، يعني صار كل انسان عنده قيمه ابن الله، لانه بالتجسد الله اله الطبيعه البشريه كلها، وهيدا اول بعد، وسكب كل لاهوته بحب بقلب جسد انسان، هذا الطفل الالهي اللي عم نسجد قدامه ريتا، هيدا منه طفل عادي، هيدا طفل مش مثل ولا طفل بالعالم، هيدا صحيح. طفل هو ابن الله بالطبيعه اللي هو يسوع المسيح، اخذ الطبيعه البشريه الذي مثل ما بنقول بقانون الايمان لاجلنا ولاجل خلاصنا صار بشرا، اوكي؟ صار انسانا من العذراء بالروح القدس من العذراء مريم، وتجسد وتالم مات قبر، اصبح كل هيدي العمليه هي حبا فينا، كل حدا مثل ما بولس بيقول احبني ومات من اجلي، احبني شو يعني احبني باللاهوت؟ مش يعني عاطفه، الله مش بس عاطفه وشعور، الله الحب تبعه جسده، صار جسد، حبنا
حبك صار مثلك اجى لعندك، حبني صار مثلي اجى لعندي، حبنا اجى لعنا صار مثلنا، عيش شبهنا في كل شيء ما عدا الخطيئه، مثل ما بقول مار بولس. هالقد عيش يسوع الله، هالقد نزل لعمق كونديسيون ايمان، عمق الحاله الانسانيه، الحقيقه الانسانيه، الوضع الانساني، تبنيها باكملها ريتا، تبنيها باكملها، ولانه تبنيها باكملها وبكل ابعادها قدر يفتدي الانسان. والا اذا في بعد واحد ربنا ما تبنيه هذا لم يفتديه، قال الله افتدى كل شيء، يعني اخذ كل الابعاد الانسانيه، افتدى كل الابعاد، افتدى كل ملكات الانسان، افتدى عقله، قلبه، فكره، ارادته، مهاراته، افتدى وقته، افتدى زمانه ومكانه، افتدى البشريه كلها، افتدى كل انسان بكل زمان ومكان، بكل هيدا يعني التجسد. يعني الله صار جسد حبا فيه، وهيك بقول مار بولس، لذلك يحل فيه في اللاهوت حلولا جسديا، ملء اللاهوت يحل فيه ملء اللاهوت حلولا جسديا. مشان هيك هالحلول الجسدي ريتا هو الله سكب كل حبه، كل طبيعته الالهيه بجسد هذا الطفل الالهي، تيقلنا من خلاله قد ايه بحبنا، قد ايه اجى لكرمال كل حدا منا. صحيح، يعني له معاني كثير هذا العيد بالنسبه للمسيحيين، لنا بالذات كمان معاني لا تنتهي ريتا، لانه بتصور كل معنى بتلاقيه بحياتك ريتا، كل معنى هو ينبوع يسوع المسيح، لانه مثل ما قلنا اذا كان هو الله الصائر جسدا انسانا، الابن الوحيد الذي في حضن الاب، هو اجى خبر عن حقيقه الله. ليش؟ اول ثلاث ابعاد، اذا بدك ثلاث محاور بتبعد، يعني بتحمل كل المعاني. اول بعد هو الله يسوع اجى خبرنا عن حقيقه الله، مين هو الله؟ الله مين لإلي؟ هو مين؟ هو القاضي؟ هو الديان؟ هو اللي ناطرني باخر حياتي تأديني؟ او هو البي الحنون اللي بده يعانقني باخر حياتي؟ صحيح، مش باخر حياتي، يعني من ذو اللحظه الاولى، من ذو اللحظه اول الأولى. حقيقه هي حقيقه الله اجى يكشف لي اياها، اجى كشف لي انه الله بي قادر يضحي بابنه الوحيد لاجلي انا ولاجل كل حدا منا، قادر يضحي. وبتعرفي بيقول ريتا هون البطرك اللي حوي الدوي بيقول الله حبنا أكثر من ابنه، لأنه عادة بالمنطق البشري أنت بتضحي بالأقل أهمية لإلك، صح؟ صح، للأكثر. الله ضحى بابنه كرمال، لأنه أكسلنا ابنه الوحيد الأرض ومتوفى ومات كمان، صح، وعذبه. صح صح, صح. وارتضى هيدا العذاب كله ريتا حبا فينا، وهو اختاره. بنقول ليبرما ليس احد ينتزع حياتي مني، انا ابذلها برضاي، بقول يسوع قبل الالام. هو حط حياته بملء حريته، قال ما حدا منتزعها مني، انا عم بعطيها، لانه يسوع كان فيه يمنع الموضوع، ولكن ما منعه لانه هون بده يتحقق الخلاص كله. ثاني محور هو اجى يخبرني حقيقتي انا مين كانسان. يسوع اجى صار انسان عظيم تيفتديني، ولكن بقلب هذا الفدا منه فعل خلاص، بل هو فعل خلاص وتنوير وهداية وتمجيد وتأليه، لأنه إجا يقول لي مين أنا كإنسان بالأول، أنا مين كإنسان، شو كرامتي، شو قيمتي بقلب هالوجود، أنا هيك فاصة بهالكرة الأرضية هيك وبالصدفة، أو أنا رقم، أو أنا حدا قيمة جوهرية ذات واعية مفكرة قادر تنفتح على الله وتتحد فيه وتكون معه للأبد. وهيدي القيمة الكبيرة. وثالث محور ريتا اجى يخبرني اياه يسوع المسيح مع كل المعاني اللي بيحملها والابعاد، هو اجى يقول لي شو معنى تاريخي ومعنى التاريخ كله، انه انا شو لازم اعمل، انا لوين مدعو، كل هالبعض الاسكاتولوجيا، هالبعض انا النهيوي، انا لوين رايح بعدين، رايح التقي فيه، شو معنى حياتي، ليه بقوم وباكل وبشرب وبنام وبعمل سبور وبروح وبشتغل وبكد وبجد كلهم شو لهم معنى؟ إذا بيوقفوا عند عتبة هالأرض فكل شيء انتهى هون. صحيح. وما له معنى، بيطير المعنى ريتا، ما بقول عندك معنى، لأنه المعنى هو اللي بيضيق لك من النور الفوقاني، يعني من اللي بيجي من فوق واللي هو مصدره قلب يسوع المطعوم بالحربة، اللي هو بيعطي حب وقيمة لكل شيء أنت عم تعملي. صحيح. فمن هون هيدا المصدر، هيدا المصدر هو قادر يكشف لي، مش أنا، أنا لحالي ما كنت بقدر بعرف ريتا، ولا ممكن. إنسان لحاله بقدراته ولا ممكن كان يعرف. قصة التجسد ريتا قصة ما بتخلص بمعانية، لأنه بكل حياة حدا عنده معنى جديد بكل لحظة، هو هيدا المعنى اللي بيتجدد إلى ما لا نهاية. إذا تسمحي لي هون خبرك خبرية حلوة، هي true story، أوكي، هي قصة حقيقية صارت كتير بتحمل معاني للعب إليك، هي
طبعا نكون كثير عم نظر، اذا حبينا المشاهدين يسمعوها اكيد رح تعني لهم لانه كثير قريبه. كان في بروتستانت عم يبشر بالهند، كان عنده صديق هندوسي. بتعرف الهندوس عندهم بيفكروا كثير انه ما عندهم الله الشخص، ما عندهم الثالوث، ما عندهم هالقوى الكونيه اللي هي الله والمعلمين بودا صح 100%. بقى بيقوم دائما هيدا الأس صديقه ببشره بقول له يسوع هو الحقيقه، بيقول له ولا ممكن الله هيدا اللي انت بتحكينا عنه هالقد اله عظيم ورهيب ممكن يصير انسان؟ ولا ممكن صديقه الهندوسي. ولكن سبحان الله ريتا كان ربنا عم بيجرب بطرقه وعم بيفوت هيك شوي شوي بقلبه لهذا الشخص. ثاقبت هذا الهندوسي يوم ايام بالطبيعه قاعد هيك بشوف كومه عصافير هيك عم بيتحلقوا حوله، يجوا يغطوا حوله ويطيروا. بيقوم بياخذ كسره خبز بيكسرها بايده وشويه حبوب وبيجرب يقرب بده يطعميهم اياها. كل ما يقرب بده يطعميهم هن يهربوا، عرفتي؟ لانه راح يخافوا منه اكيد، ويبعد يقربوا. للحظة إيش هالقصة هيدي؟ للحظة إجا براسه الهندي سؤال، هذا الهندوسي بيقول طيب شو الطريقة أنا اللي بدي وصلهم فيها هيدي الحبوب من دون ما يخافوا مني ويحبوني ويقبلوني؟ بتعرف شو كان الجواب ريتا؟ لازم يصير عصفور مثله. حلو. لمعت براسه هيدي. هون ذكر صديقه البروتستانت شو كان عم بيقول له انه الله هالقد بحب الانسان وهالقد صار انسان تما يعود الناس يخافوا من هالالله البعيد اللي خلق كل شيء وهو هالقد عظيم. وهيدي قصه الخوف هي بشكة المشاكل. أكيد. بقى من هون اجى تيقول له تقرب منهم وعيش معهم وبعث لهم ابنه. صح منا وفينا. رائع. يعني رائع هذا الالتي لقرب منهم اجى بيناتهم عيش معهم وفرجيهن كل حبه وفرجيهن بقلب إنسانيته كيف هن قادرين يكونوا بشر، لأنه صحيح. المشروع الإنساني الوحيد هو يسوع المسيح، وكلنا منتأنسن بقدر ما منقرب منه ومنستلهمه ومنكون حده معه. طب دكتور غسان، كيف مفترض بهالعيد نحن كمسيحيين نقوي إيماننا، ما نطلع بالقصص المادية والقشر الفيشة، يعني نطلع بالقصص الأساسية اللي هي الإيمان، كيف لازم نقوي بهذا العيد؟ هو ريتا هو إذا بدك بالعمق هو نفوت بتيار التجسد. يعني إذا عم نحكي عن أبعاد التجسد عم بيحكي في أنه التجسد بحقيقته بقوة الخلاص اللي حملها هيدا الطفل الإلهي، هيدا الإنسان اللي هو يسوع المسيح الإله الكامل والإنسان الكامل. وتقبله بحياتي ريتا، وقت يفوت بعقلي وبقلبي وبيمتلكني، أنا مني لحالي ما بعود روح لهونيك، ما بعود روح على القشور، ما بعود روح على السوبرفيسي على هالسطحيه هيدي، ولكن بالعكس بروح اكثر للعمق لانه هو ساكن العمق وهو عم بيقودني. بتعرفي ريتا وحده من الاشياء اللي كثير بحسها اساس بمنطلقاتنا اللاهوتيه وقت نحكي عن الحياه الروحيه وكيف كل انسان لازم يعمل تما يكون يروح على الجوهر وما يروح على السطحيه، هي شيء بقوله مار بولس: لست انا الحي انما المسيح يحيى فيا. هذا اللي اختبره رسول بولس، انه بوصل لمطرح انا بحبه لهالاله وبعشقه وبكون معه لدرجه بصير هو اللي عم يشتغل فيي، هو الحي فيي مش انا، ما عدت انا حي. يعني ما عاد في ريتا، ما عاد في غسان، ما عاد في اكس اكس وزد، صار في يسوع باكس واجراج وغسان وريتا، هو الذي يفعل. بقول له المزمور: لانك انت الذي يفعل، وهو انت العامل. ويسوع بقول: انا اعمل وابي يعمل. وين عم بيعمل يسوع؟ بقلوبنا. هون يعني اذا بدك يسوع هو هالمايستر او هالفنان او هالقائد هيدا اللي مسرح قلوب البشر، اذا بدك صحيح. المسرح اللي عم يشتغل على قلوب البشر، وهو لا ينكفئ ولا ينفك يعمل ريتا، يعمل بكل لحظة، وبكل لحظة بيسكب كل حبه، كل لهوته، كل عينيته، كل حمايته لكل حدا منا، برغم من كل شيء منشوفه من شكوك حوالينا ومن كل شيء بتفرجي العكس. مرافقنا بكل ثانية من حياتنا المسيحية كلها. صح. طيب شو مفروض يضيف هيدا العيد على العيلة المسيحية الصغيرة؟ بتعرفي ريتا على كل عائلة منا يعني. صح. بتعرفي يمكن أكبر تحدي وبتصور أكبر صعوبة عم يعيشها عالم اليوم هو اللي عم تعيشه العائلة. بالنتيجة ريتا أنا حضرتك كلنا، كل حدا إجا منين؟ من قلب عائلة. ما حدا منا إلا ما بيجيب قلب عائلة. انتبهي اليوم المشروع هو ضد العائلة، هو حرب ضد العائلة.
يعني حتى روحي للزواجات العائلة كلها سوا كمان. صح صح صح. هو المشروع المشروع يفكك الأسرة. ليه؟ صح. لأنه تضرب الأسرة ضربت العالم كله. ليش؟ لأنه ريت تتصوري حتى بالمشروع المفكك، حتى وقت تفككي وتضرب العائلة، حتى شو ما عملتي ريتا، مش رحت عملتي طفل انبوب ان فيترو من ام منا ام ومن بي منا بي، وجمعت الجامات ولقحت وعملت وجبت انسان، هيدا وقت يوصل على الكون في حدا بده يهتم فيه. صح. بده يوعى يوج امراه يوج رجل. اصبح كيف ما برمتيها، قوه العائله هي بحتميتها. هالقد حتميه ما يعني ربنا بحكمته ما كان عم يلعب وقت اراد انه نحن نيجي من حب رجل وامراه او بعلاقه جنسيه هالقد مباركه وهالقد مقدسه تيكون هذا الولد سمره هذا الحب وهيدي العلاقه الحلوه. بقى كل المشاريع انا باكد لك رح تسقط وفاشله، ولكن عم تضرب عم تضرب عم تجرح عم تجرح عم تفكك عم تفكك. ولكن انا عم بقول لك العالم عم يدمر حاله وقت يقبل العالم بهالصيغ بهالصيغ لا إنسانية لا ثقافية لا حضارية، من إنه نجوز رجل على رجل وامرأة على امرأة أو نقبل بالزواجات الحرة والمساكنة وكل هالأشياء اللي ما لها طعمة، رح يوصل وقت كل هول يوعوا إنه نحن مش عم ندمر حالنا بس، عم ندمر مجتمع، عم ندمر إنسانية كاملة. الإضافة ريتا هون تقول لك بلشت بهالمقدمة مش تقول إنه هالقد الوضع قاتم أو أسود، لا، تقول إنه الله جسد بقلب عائلة وبحكمة منه من رجل وامرأة، ومن أحلى رجل وأحلى امرأة بالوجود وأقدس رجل وأقدس امرأة، تيقلنا هيدي أيقونة العائلة المسيحية إذا تكون مقدسة وصالحة صح. وريتا مقدسة وصالحة وهيدا بلس فالور أجوتي، إذا بدي قيمة مضافة للعائلة، لأنه هون بتنبنى الأمور، هون الإنسان بيلاقي شبع لكيانه لعطشه المطلق، لانه ما حدا منا بيولد لحاله ومن حاله لاجل حاله، هيدي بيكون الانغلاق المطلق والموت المطلق. عرفتي انه وقت انا لا بدي اجي من عائله ولا بدي اعيش بجامعه ولا بدي انفتح وبدي اعيش لذاتي، صرنا بقلب انانيه قاتله خانقه. بتصور الانسان منه معمول لهيك، الانسان معمول اذا ولدنا بقلب عائله تنعرف قيمه بقلب فردانيته بقلب الانديفيداليتي تبع بقلب الانفرادية اللي انا عندي بقلب شخصيتي بقلب فرادتي، انفتح على حياة جماعة عيش مع شركة ومحبة وشهادة. عرفتي وهون وانا لن تكتمل شخصيتي ريتا، لن تكتمل انا ولا ممكن اقدر احقق انسانيتي وتكتمل شخصيتي من دون ما اكون عم حقق حالي بقلب عائلة وقلب جماعة انا عم بقول فيها. بقى ماذا بالك لو كانت هيدي الجماعة هي عائلة، هي بي عنده وام جمعهم الله بمشروع حب تيكونوا الولاد ثمر هذا الحب بعناية ما إلى حدود بحماية برعاية مطلقة، يفرجوني وجه الله المعتني وجه الله اللي بيحمي وجه الله اللي بيرعى هول الأهل. هيدا دور الأم والبي بقلب العائلة. وبتصور إذا يسوع المسيح اللي هو ابن الله المتجسد اللي مثل ما قلنا ريتا بالمقدمة إنه فيه يحل ملء اللاهوت، ملء اللاهوت حلول الجسد، يعني شو الإنسان قدامه لا شيء، ارتضى إنه يقبل، ارتضى إنه يتربى ويتنشأ ويتكتمل شخصيته ريتا بقلب عائلة من يوسف ومريم، لأنه كان عارف وعم بيأسس لمدميك بناء هالصرح هيدو اللي اسمه العائلة، اللي أنا بقول لك كمان مش بس الكنيسة لن تقوى عليها أبواب الجحيم، حتى العائلة لن تقوى عليها أبواب الجحيم، لأنه يسوع المسيح هو اللي بنيها وهو ضمانتها وهو حميتها هو مبدأها هو هدفها. صح بقى ما فينا ما نستأذن شوي منك هلا، بدنا نتوقف كمان البريك إعلان صغير وبنرجع نكمل حلقتنا. بريك صغير وبنرجع لكم مشاهدينا. مساعدينا بعدنا متابعين معكم ببرنامج دور جديد على قناة دور الشرق، وبنستقبل مرة جديدة الدكتور غسان حنا. أهلا وسهلا فيك مرة تانية ببرنامج دور جديد. شكرا ريتا ومسيلا
دعوتك. ميرسي. كنا عم نحكي دكتور قبل الإعلان عن التجسد الإلهي، هلا ما نعرف شو دور التجسد الإلهي للوطن أو للعائلة الكبيرة، شو ممكن يضيف للعائلة الكبيرة، شو ممكن يعمل هذا التجسد على الوطن؟ ريتا، بتعرفي مثل ما حكينا هذا التجسد، الله صار إنسان تيفتد الإنسان وتيطبع صورة جديدة بالإنسان، صورة الإنسان الكامل، الإنسان الجديد. وتقول أنا الإنسان الجديد، يعني وتقول الإنسان نقلت العالم كله، يعني الأنظمة والأوطان ريتا والمؤسسات، وحضرتك بتعرفي والجامعات كلها مألفة من مين؟ من بشر. وقت أنا هيدا الإنسان ينشفى، بتنشف المؤسسات، بتنشف الأوطان، بتنشف الأنظمة، وقت هيدا الإنسان تترمم صوته، بتترمم كل هيديك. نحن بقلب حلقة متكاملة ريتا، ورب يسوع بتجسده ما طال حلقة واحدة من هالحلقات، طال الحلقات كلها، طال العقد كله وخلص العقد كله. مشان هيك نحن اليوم قد يكون عندي مواطن لبناني حقيقي، إنسان مفتدى بدم يسوع، عم بيعيش بحسب هيدا الإيمان وحسب المشورات الإنجيلية، هيدا قدر يكون كتير مواطن صالح. وتكون عندي مواطن صالح، عندي مؤسسة صالحة، وعندي مؤسسة صالحة، عندي وزارات صالحة، وتكون عندي وزارات صالحة، عندي دولة صالحة، عندي وطن صالح. مشان هيك نعم، هو هيدا الخلاص اللي ربنا عممه، لأنه هو الخلاص هالقد هو شامل بالمسيح يسوع له المجد، هالقد هيدا الخلاص قادر يتغلغل بحقيقة الإنسان بكيانه وتقدر يوصل للمؤسسات كلها وللوطن كله. نعم، يسوع افتدى الأوطان وافتدى المؤسسات وافتداهن من خلال فدائه للإنسان، لأنه وقت يفتدى الإنسان تفتدى هيديك المؤسسات كلها. مشان هيك ريتا بمطرح من المطارح، نعم، ولكن كيف بتقولي كيف هيدا الفدا؟ بيكون هيدا الفدا وقت نقبل بقلب مؤسساتنا، بقلب وطننا، بقلب إذا بدك عندياتنا هيدي اليومية، من أصغر الأمور لأكبرها ريتا، نكون عم نعيش هذا التجسد. شو يعني عيش هذا التجسد؟ يعني بلش أقول إنه أنا كل شيء عم بعمله هو عنده طاب معنى، ما له حدود، معنى إلهي. كل شيء عم بعمله، كل شيء بتبنيه المحبة مثل ما بقول المجمع الفاتيكان الثاني، رح يبقى للأبد. وكل شيء مشان هيك المحبة وأعمالها تبقى إلى الأبد، وما كله دون ذلك سوف يفنى. أنا بدي أعرف إنه كل شيء عم بعمله رح يروح، إلا كل شيء بعمله بحب، لأنه المحبة وحدها باقية وأعمال المحبة باقية، والمحبة هي يسوع المسيح. مشان هيك بس الأوطان، الأوطان تتنبنى بدها هالقد مقدار من الحب. وتقول حب، بطلع على صليب يسوع المسيح بشوف مقدار من التضحية هائل، بقول إذا هو إجا افتدى هالقد مات تيكون عنا إنسانية صالحة، أنا كمان بدي موت لأجل وطني. صحيح. بدي شو يعني موت لأجل وطني؟ يضحي، يعني تعبي، عملي، شغلي كله قدمون قرابين لأجل بناء هيدا الوطن. ابن البيئة، يعني ريت وقت نحكي وطن، الوطن شو؟ مؤسسات وبيئة وشعب. عيش مواطنيتي، وعيش مواطنيتي يعني احرص على البيئة من أصغر الأشياء لأكبرها. بتعرفي ريتا نحن كثير بنروح للأشياء البعيدة وما بنعطي أهمية للأشياء الصغيرة، بوقت إنه الأشياء الصغيرة هي اللي تراكم تبعها بيعمل الأشياء الكبيرة. يعني بقول طب أنا كيف بدي أحمي البيئة؟ يا خيي المهم ما تكب زبالة على الطريق. صح، ساعد شوي شوي، كل واحد يساعد على قد ما قادر. براه. يعني تيحمي بيئته، تيحمي وطنه كمان. صح، تيزدهر الوطن أكثر وأكثر. صح، ما يرجع لورا. صح، صحيح. طب دكتور غسان، رح ننتقل كمان لموضوع تاني كتير مهم كمان، هو التجسد والألم. ليه بعدنا عم نشوف في كتير مصايب، في كتير ناس عم بتعاني، في كتير مشاكل، في كتير حروب، في كتير ناس عم تتألم، مع انه بنفس الوقت نحن بزمن ميلاد مجيد وزمن انه يسوع وعدنا كمان انه هو بصلواتنا انه ممكن نقضي على الشر، بما انه هو قضي قبل على الشر. ليش عم بيصير هيك برأيك؟ بتعرفي ريتا دايما هالسؤال الاشكالي واللي بيطرح كثير تساؤل كبير عندي كثير، وبيزغزغ لنا دايما ايماننا المسيحي. صح، يعني صح. كل شخص اوقات بيصير يفكر بينه وبين حاله انه ليه. صح، 100%. رائع عم تقولي هيدا، اذا بدك جرح بايماننا المسيحي. انا بقول لانه 100%، وحتى تعليم الكنيسه ريتا اذا بتلاحظ بيقول من المطارح هيدا الصليب بمطرح المطارح لناس كتير بقربهم من الله لأنه عرفوا ينفتحوا، بس للأسف وقت الإنسان ما يفهم معنى الصليب بيبعد عن الله وبيرفضه وبيشوف فيه صورة إله قاضي بيقاضي الناس وبيعذبهم وبيرضى بعذابهم، أور مش هاي هي الصورة الحقيقية. بتعرفي ريتا من خليني أقول أنه اليوم أنا وقت بدي أعطي حكم مع أي شيء معين
بدي ارجع للمنطلقات اذا بدك مزبوط. يعني اليوم انا باي موضوع وقتها بدي احكي عن فسره وافهم شو هو، بدي احكي عن مفهوم هيدا الموضوع واقول منين بلش. طيب وقت اعرف انه جزء كبير من الشعر بحياتي وبحياه الناس اللي هو في شيء منه نحن سببه، نحن مصدره. يعني ريتا اليوم ابنك الصغير وقتها بتقول له ماما ما تحط ايدك على النار بتحرقها، بيقوم بحط ايده على النار. صح. لا سمح الله. بقى بيقوم مين بيكون المسؤول؟ الطفل اكيد. عرفت؟ يعني في اشياء الله دائما وقت حط الشريعه، وقت حط الله الشرائع، وقت ايدنا بروحه للخير والحب، وقت قالنا عيشوا المحبه، ما تعصوا هالوصايا لانه هيدي لخير كن مش خير، انا اله ما ربنا حتى الملائكه بتسبيحهم بقول قديس فم الذهب حنا ما بتزيد عليه شيء، مليارات الاف مؤلفه من الملائكه بتسبيحهم ما بيزيدوا ذره الكترون على الله، الله مش بحاجه لهول كله ولا بحاجه لالنا، هو عطينا يوم كرمالنا نحن ننمى بعيد عن الشر. بالوقت انا بدي اعصى وصيه ربنا ريتا بدي الاقي النتيجه هي شر، حكما من دون ادنى تفكير، لانه ريتا بتعرفي انت وتاخذي ماشين بايدك او اي برودكت في شيء اسمه المود دامبلوا يعني انت اليوم طريقه استعمال، ليه؟ لانه اللي حطها قال لك هيك بتستعمليه، وقت ما تستعمليه هيك هذه الماشين بدها تتخرب. صح. والمشكله ريتا نحن اليوم بعالمنا هذا وخاصه هذا العصر، ليه نحن قدام انسان مخرب؟ داعش هو انسان، بس انسان شو مخرب؟ ليه؟ مين خربوا؟ خربوا التعدي على الوصية الإلهية. هلا بتقولي طب في شرور بتيجي، صح في جزء من شرور يمكن بقلب الطبيعة، بقلب ميولنا نحن الطبيعية الإنسانية، نحن مش مسؤولين، نحن حملناها ورثناها، صح. هيدي ربنا هو كفيل فيها، مشان هيك الله ولا مرة رح يسألك ويحاسبك على ضعف أو خطية بقدر رح يسألك يوم الأيام مثل ما بيقول جان دو لاكروا، رح يسألك يوم الأيام مش قد ايه خطيت وشو عملت، بده يسالك قد ايه كان في حب بقلبك تجاه خيك الانسان وتجاه انا الاله اللي خلقتك. وتعيش المحبه هيدي كل الشرور الشر بيصير لا معنى بحياتك. ولكن اكثر من هيك، صح في شر وفي الم وفي اعاقات وفي وجع وكلنا بنعاني بمطرح من المطارح، شو السر؟ بتعرفي ريتا هون في قول كثير حلو لفيلسوف اسمه بلاس باسكال، بتعرفيه اكيد. بيقول Dieu n'est pas, je vais traduire Akib, n'est pas venu pour supprimer le mal, pour le remplir par sa présence. Allah la remplir par sa présence. هو الله وجوده. ما إجا مزبوط. الله ما إجا يلغي الألم، إجا يملي بحضوره. شو يعني؟ كتير عم يعجب. طب تقولي طب ليه ما لغي؟ قادر يلغي. إذا منقول لا منكون عم كده. ربنا قادر. وأكبر دليل نحن وقتنا مدعوين لحياة ما فيها ألم، بقول سفر الرؤيا وسيمسح الله كل دمعة من عيون أبني. طب ليه ما بيمحي من هلأ؟ بحكمة منه الله بيعرف أنه إذا الألم راح إنسان ما بيروح عند الله، بتقول لي أف لهالدرجة، بقول لك إيه ريتا رح أعطيكي مثل كتير طبي وكتير علمي من يومين سمعته بس أدهشني، لأنه فيكون دليل كتير قوي للي عم بقول لك إياه. أجمع العلماء بدراسات بالولايات المتحدة ريتا أنه في عدد ميكروبات بجسمك، بجسم كل إنسان. بتعرفي ريتا إذا شلنا كل هالميكروبات، هو الميكروب بيقتلنا، صح؟ الميكروب بشكل خطر على حياتنا، الميكروب بيأذينا، الميكروب بيشوهنا، الميكروب بيسببنا الأمراض. هول العلماء اكتشفوا إذا بيشيلوا كل الميكروبات بتعرف شو بيصير بالإنسان؟ بيموت. بيموت ريتا. إذا نشيل الميكروبات بيموت الإنسان؟ نعم. مش بينضف؟ أبداً بيموت، لأنه إذا نشيله هول جهاز المناعة بيتعطل بيوقف. لأنه مين اللي بحرك جهاز المناعة؟ هي الميكروبات الموجودة بجسمك. صحيح. شو اللي بيخلي الإنسان حرارته تزيد وحرارة الدم هي هيدي التفاعلات تبع هيدي الميكروبات وتبع حرارة جسمك. ليه؟ إنه إذا بيروحوا كل الميكروبات من جسمي. حلو. طبعا ما عم نحكي مرض معين، عم نحكي كل شيء. هيدا التناغم اللي الله بيعمله بالطبيعة. حتى الله سمح انه يكون الشر لخيرك. ليك يعني حكمة الله. الشر يساعدك يعني حكمة معينة بالحياة. برافو عليك. 100%. او المرض او شو ما كان. حتى خطايانا ريتا. تصوري خدي اعملي لها زيته المبدأ. منو البروجيكسيون على مبدأ الخطيئة.
حتى خطايانا بحياتنا الله بيستعملها لخيرنا لانه هالقد بحبنا. دكتور غسان كمان حتى لو كنا عايشين انه مثلا شهر كله مبسوطين 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 بالاخر ما ببطل له طعمه للبسط، بتحس الفرح بطل له طعمه، بطل له معنى. رائع عن جد انه اتس نورمال يعني. صح. وحتى صح. لو كنت حزنان لفتره كبيره بالاخر الحزن بطل يعني لك، بصير لحالك تطلع منه. صح كمان نفس الشيء 100% لانه وهيدا الاكيليبر، هيدا انا بسميه الجراماج، بحب اقول له جراماج. يعني ربنا هو هالجوهرج اللي قاعد حاملها عم بدق بالتكات وباللحظات وبالجراماج بادق التفاصيل، كيف ببني لك سعادتك وكيف ببني لك شخصيتك وكيف اهم من هول كلهم ببني لك خلاصك. صحيح. خلاصك لانه الله بده اياكي عنده اخر شيء، بده اياكي بنته وهيدا الاهم من كل هوديك، وبده كل وطن يكون وطن، وبده كل مؤسسه تكون مؤسسه، وبده كل حقيقه تاخذ كل بعضها وكل قيمتها لانه هو هيك ارادها. بتعرفي جون بول دي بيقول هالقديس الرائع بيقول لهم للشباب بتعرفوا ما تكونوا شيء، كونوا لازم انتم تكونوا بتولعوا العالم. حلو. كونوا لازم انتم تكونوا. شو لازم تكون؟ عرفتي؟ يعني شو صورة الشباب؟ الله. صورة الله على الارض. صورة الله، اولاد الله. صح. حب، تضحية، عطاء، انفتاح، قبول للآخر. صحيح. وإلا عالمنا كيف بده ينبنى؟ يعني ليكي اليوم صح هيك الصورة اليوم كتير بشع بحياتنا شيء اسمه داعش بس يا ريت بنفهم منين إجا داعش وشو هو داعش. بتعرفي ريت إذا بنفهم هذا الموضوع تتغير كتير إشياء بحياتنا، كتير كتير، لأنه الله بيسمح بهيك علامات تنوعا نحن تنوعا نحن، مع انه مش هو عمل، هو ما بيريده. وبقول القديس اوغسطينوس ميسي ديو بيرميلو ديو نو فو با لو مال ميسي لو بيرمي بور ان سورتير ان بلو غران بيان. الله ما بيريد الشر اذا بيسمح فيه، اذا بيسمح فيه تشيل منه خير اعظم، لانه انتبه من دون هذا الشر انت ما كان فيك توصل للخير، لانه هيدي طبيعتك وهيدي طبيعتنا وهيدي خطايانا قدام الله. يعني الله عم بيمشينا. يعني بتعرفي ريت هيك بنحكيها بشكل لانه هيك شوي ممطر هيك ولا بشكل شوي كاريكاتوري. ايه الله بيمشينا بين النقط والدنيا عم بتشتت. حلو. عن جد بهل انا بقول لهم بتعرفي قد تشوفي اعجوبه شو بقولوا ريتا؟ بقولوا هيدي عجيبه. سبحان الله عجيبه. عجيبه صح؟ انا بقول لك العكس، العالم كله عجايب من اصغر ذره بالوجود لاكبر قاره كله لاكبر مجره كله عجايب، الاستثناء هو انه ما تلاقي عجيبه. صدقيني هيك، صدقيني، لأنه إذا بتشوفي بعقلك وبفكرك وبتتعمقي قد ايه الله حاضر وعم يشتغل بكل ذرة بهالوجود لخير كل حدا منا وحبا بكل حدا منا، هيدا الآب السماوي اللي قال مار بولس تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية، اختارنا من قبل إنشاء العالم. تصوري هيدا الله اختارك البي اللي بحبك، صوري بيك اللي بحبك اختارك قبل ما يكون موجود العالم كله. حلو. انت موجوده بقلبه وذهنه. يعني تصوري انت كأم قبل ما تكوني أم وقبل ما تتجوزي تغمضي وتقولي يوم ايه رح يكون عندي هالطفله ورح احبها من كل قلبي ورح موت كرمالها. حلو. الله هيك اكثر بكثير، بس هيك انا بعطيك الصوره المحدوده اسا. نعم. طيب كمان لما نحكي شيء ثاني هو عن التجسد والعمل السياسي. نحن كطبقه سياسيه بلبنان بنشوف كثير فساد بانظمه دول العالم وكمان بلبنان كمان بنشوف هيدا الشيء. منشوف كثير فساد، وين بيظهر عمل الله بهذا الفساد؟ هل الكلمة الأخيرة هي كلمة للشر أو كلمة لله؟ أكيد وين الله. عمل الله فيه هيدا الشيء؟ ليك يا ريتا يمكن بتعرفي بقول لهم أنا أهم دعوة للإنسان بالحياة كل الدعوات مهمة، ولكن في مطرح من المطارح الله بتركيبة المجتمع بحكمة منه أراد أنه الناس يسوسوا بعضهم. يسوسوا بعضهم يعني مش يتسلطوا على بعضهم، هيدا الفرق. السياسة مفهوم رائع حكي عنه البابوات كلهم، ما بقي بابا ما حكي عن العمل السياسي. ليه؟ لأهميته، ولكن ريتا الأهم من أهميته والصفة الأهم هي لخطورته. يعني قدي أنت كسياسي مهم عملك العمل، ولكن قدي شو خطر؟ شو يعني خطر؟ يعني قديش اي شيء انت بيصدر منك اي قرار اي عمل هيدا قادر يوصل بتبعياته بالريبركسيون تبعه وبارتداداته للبشريه كلها، وقادر يؤذي ناس
ويدمرهم أو يبني ناس ويرفعهم. شفت عمل السياسة قد إيه مهم؟ مشان هيك بقول البابا، بقولوا البابوات السياسة هي فن نبيل لخدمة الخير العام. البيان كوما أو ليش؟ ليش؟ لأنه ريتا من دون هيدا الخير ما حدا بيصل له شيء. صح. يعني نحن اليوم ليه في مؤسسات؟ ليه في أوطان؟ ليه في مراكز؟ ليه في سلطات؟ ليه في آليات؟ ليه في إجراءات؟ ليه في تشريعات؟ ليه في منظمات؟ ما هو كلهم موجودين لخدمة هذا الإنسان وبنائه. يعني هذا الخير العام، الخير العام اللي بخص الإنسان، مش خير عام بالهوى. ما عندي تفسير ولا مفهوم لخير عام منه لإنسان، كله مربوط بالإنسان. وإلا شو معنى؟ وإلا شو معنى الخير العام؟ خير عام لمين؟ للشجرة وللطريق وللإنسان. فإذا هيدا الطبقة السياسية بالذات الموجودة اليوم موجودة بكل العالم، لأنه المشاكل الموجودة بكل العالم هي مصدر هذا الفساد. لأنه هن بإيدهم شغلتين ريتا، وهن شغلتين بيحددوا إمكانية يبقى الفساد أو يزول. الحكمة والتدبير والسياسة والقدرة على العمل، عندهم الفكر وعندهم الإجراء، عندهم التشريع وعندهم التنفيذ والإجراء. فمن هون هيدي السلطات موجودة، السلطات السياسية لا، مطرح المطرح تكون عم بتفكر، تكون عم بتشرع، تكون عم بتحقق اللي عم الخير اللي بدها تنجزه، تحقق التنمية المستدامة لكل الناس. وإذا في حروب ريتا، وإذا في شرور، إذا في هالقد أمور سيئة بالعالم، أنا بأكد لك جزء كبير من المسؤولية، كثير كبير إذا مش كلها، على هول الطبقات السياسية وعلى الأنظمة، لأنه بإيدهم ريتا مفتاح القرار، بإيدهم القرارات الكبيرة، بإيدهم هن يقرروا شو هو الصح وشو. انتبه، مش هن بيقرروا شو هو صح، هن بيقرروا يعملوا الخير أو لا. للأسف، لأنه ريتا ما حدا مخول على وجه الأرض ياخذ أي قرار أو ياخذ أي أو يبني أي تشريع أو يروح بأي عمل من دون ما يكون مرجعيته الله. مشان هيك نحن وقت نحكي باللاهوت عن علاقة مع الله من إلا ريتا علاقة تشاركية بارتيسيباتيف. نحن ما فينا، أنا إذا بدي أشتغل من راسي أنا بقود العالم كله للدمار. ولو كنت أكبر قديس، انتبهي، لو كنت أكبر إنسان صالح، مرجعية الأولى هي الله، وبده يكون دايما الله المرجعية، المرجعية الأساسية المطلقة اللي بدونه ما في أعمل شيء. شو مشكلتنا بخطايانا؟ بنقول له لله عود أنت على جنب وأنا بدي أشتغل. صح؟ أنا بدي أخطي. إيه؟ برافو عليك. نحن عم نخطي مش عم نشتغل، يعني مش عم نسلح على الخير، عم نسلح على الشر. برافو عليك، هذا التوصيف الحقيقي. بس تقول لي كريتا قديش عن جد الإنسان بيكون بمطرح من المطارح هالقد بيرم ظهره الله، مفكر حاله هو قادر يعمل شيء بالوقت انه هو ما قادر يعمل الا الشر. صحيح. اون بو كولو مال، ما نحن ما قادرين نعمل الا الشر. الخير وحده من الله وكله من الله، عشان هيك الله هو الخير المطلق. ولا لو انا قادر اعمل خير شو بدي بالله؟ ابدا، الله وحده هو مصدر الخير المطلق. مشان هيك انا كسلطه سياسيه ريتا مدعوه، وهيدا دعوتنا كمسيحيين ورجاء جديد للبنان، السينودوس وقت أطلقوا البابا في شيء كتير حلو ريتا، بيدعي الكنيسة تدعو أبناء السياسيين إلى، صور ريتا شو حلو التعليم، إلى الرجوع والعودة إلى مواعيد عمادهم. ليه ريتا مواعيد حلو. العماد؟ لأنه بمواعيد العماد أنت هنيك عهدت الله وقلت له أن أنت مرجعيتي. صح. وأنا آمن فيك وبكنيستك وبتعليم إنجيلك، وأنا بدي إياك وأنا اخترتك وبتكفر بالشيطان وبأعماله وبأباطيله. صح، برافو عليك. بقى من هون هيدا الاتجاه عم بقول لهم الله سياسيين تذكروا هول، لأنه أنت كمسيح وقت تعمدت صار عندك صفات مثلثة. أنت نبي على صورة المسيح النبي، أنت ملك على صورة المسيح الملك، وأنت كاهن على صورة المسيح الملك. أنت نبي يعني بدك تقول الحقيقة مهما كانت صعبة قدام شعبك، وهيدي الحقيقة بدك تحرر شعبك وتقوده للخير. لأن أنت وقت تقول الكذب أنت عم تدمر شعب كسياسة، لأن أنت واقف فوق والعالم كله عم تطلع عليك. ككاهن أنت بدك تقدم عملك وعملك السياسي وإنجازاتك وتعبك وجهدك كله قرابين روحية لبناء شعبك، وهيدا كهنوتك وقت تقدم هالأعمال كلها ضد الباطل ضد الشر. أنت بتكون عم تقاوم الشر، وهيدا بتكون عم تعيش ملء دعوتك الكهنوتية
والصفة بانو الملوكية انك تعيش بإطار الحب والخير والجمال والحق وتحقق ما هو حق وتتصدى لما هو باطل، تتصدى صح. للظلم، ما تقبل بجمهوريتك وببلدك وبنيابتك وبوزارتك يكون في ظلم، ما تقبل يكون في شر، ما تقبل يكون في فساد وانت بتعرف وشايفه بعيونك. وهذا كلام وجه لهم كلهم دون استثناء ولا حدا. وراس الهرم لك عبد. صحيح. هو المصيبة دكتور غسان انه كل انسان عم يوصل لمكتبة معينة يعني ما عم ببطل يشوفه لربنا، عم بصير يفكر حاله فوق وخلاص. صح. يعني هذا اللي عم بصير اجمالا. صح. هذا اللي عم 100% رائع اللي عم تقولي، لانه روما من فوق يا ريتا مش مثل روما من تحت. ما هي هذا اللي بدي اقولها، مستحيت اقولها كمان. هيدي هي. صح. هذا اللي عم بصير معهم اجمالا. صح. طيب كلمة أخيرة بقى، عندنا دقيقتين لمشاهدينا كمان منك عن التجسد الإلهي، عن شو حابب تقول بعد لمدة دقيقتين قبل تبشير الملائكة هلا عنا يوم على الساعة 12. نعم. أنا بدي أقول اسم الله قد ما الوقت بيمرق بسرعة معك ومعك كمان، وبدي أقول لك مبسوطين بحديثك نحن وبالمعلومات الحلوة الشيئة كمان عم تعطينا إياها. حبيبتي بدي أتمنى لك التوفيق والنجاح والتألق الدائم يا رب. كلك ذوق ولبرنامجك يا رب، ونور الشرق فعلا هيدا النور. صلاتي لقلب يسوع وقلب العذراء اللي رجينا كلنا انه ينتصروا بهالشرق وينتصروا بالعالم كله يا رب. هالقلبين الاقدسين عن جد يشعوا بقلب الشرق كله، يشعوا بكل حدا منا، تنكون شعب الله، شعب المحبه اللي ما عنده شيء هدف ولا 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 رساله الا الحب والا العطاء والا التضحيه لبناء شرق كله سلام وكله حب وكله إنسانية، ومن الشرق ترجع تعمل بشارة للعالم كله ويصير عنا عالم منور بوجه يسوع المسيح إله الحق. وريت إذا تسمحي لي بعد كلمة صغيرة. أكيد. بقول البابا يوحنا بولس السادس كلمة كتير حلوة رائعة، بقول لهم عم بيحكي عن الإنماء، بدي أقول لهم لكل رؤساء العالم، لكل رؤساء الحكومات، لكل رؤساء الجمهوريات، بدنا عم نحكي على السياسيين، يسعوا للإنماء لأنه لا سلام من دون الإنماء، لا سلام، بدهم سلام ينموا يعملوا تنمية مستدامة بكل المناطق. بقول البابا بولس السادس الاسم الجديد للسلام هو الإنماء، الإنماء هو الاسم الجديد للسلام، وهيدي أكبر زوادة فينا نحملها. وقتها بكون عم نمي حالي ونمي خي الإنسان رح كون بسلام معه، وهيك رح تعيش البشرية كعائلة واحدة بتحب بعضها ويتمجد الثلث الأقدس فيها. آمين. نحن بنشكرك دكتور غسان لوجودك معنا، بنتمنى لك أعياد مجيدة، بنتمنى لك سنة كلها خير عليك وعلى الجميع يا رب، على جميع الشعوب كمان، ونتمنى استضافتك كمان بالسنة الجديدة مواضيع حلوة كمان بأمر عيونك. أكيد. مشاهدينا تبشير ملائكي وراجعين لكم.